السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم. ده شباب فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب ذا بيست مراجعة نهائية، اللي هو موجود لجروب الواتس بتاع الابليكيشن، الناس المشتركة معانا على جروب الواتس. احنا بنحل كتاب ذا بيست كله مع بعض. النهاردة ان شاء الله هنشتغل يونت 11 يونت 11 مع بعض كده يا شباب. I asked my sister، انا سألت اختي. خلي بالك asked بتعمل ايه لو انت مذاكر الجرامر؟ asked بتحول لي الزمن هنا ماضي، فانا سألت اختي في ويل ما ينفعش، توك تمشي وهات تمشي وود تمشي، التلاتة ينفعوا يا جماعة، بس ما تنساش فوق الكلمة الدالة هي the following day مستقبل، يبقى ده ما كده يبقى وود تيك، عشان المستقبل كان ويل بقت وود. فادي اسكت، فادي بيسأل احول الزمن. if the space for him at the station، ما عنديش ماضي غير وير ويتنج التاني. my friend asked me، صديقي بيسألني. if she space a look at my photo album. اسكت دي عايزة مستر زمن متحول ماضي، فين هنا مستر الماضي؟ might have، ايوه كده يا ابني صح. my father asked me how much my new car، برضو اسكت زمن ماضي متحول، يبقى هات كوست التالتة. The reporter wanted to know، يريد أن يعرف. if any houses، لو في أي بيوت. is based by the earthquake، هل في أي بيوت اتدمرت؟ أنا عايز مبني مجهول، خلي بالك هو في had damaged و had been damaged، بس عايز يعرف لو في أي بيوت had been damaged اتدمرت الأخير. The teacher wanted to know، المدرس عايز يعرف. if I space any books، برضو ماضي، ما عنديش هنا يا جماعة غير had borrowed التانية. my aunt wants، شوف بقى الفرق هنا، wants مضارع مش هتحول الزمن. my aunt wants to know if my mother او if mother is based here a ring every day، يبقى عايز زمن مش متحول، و every day دي مضارع بسيط، يبقى gives الاولى. your problem can be solved if you go to the British embassy and meet the ambassador، هتروح السفارة تقابل السفير هناك. Egypt is a republic، مصر دي جمهورية، مصر يا جماعة جمهورية، فالقائد بتاعها ده president يعني رئيس. we hope to export، نفسنا نصدر كده ال Egyptian products to markets throughout the world، عبر العالم. my grandmother، جدتي لفت سابت لوالدتي a flat شقة in her will، يعني في الوصية بتاعتها سابت لها شقة. سما has a very good reputation، سما ليها سمعة كويسة جدا among her fellows، بين رفقائها أصحابها. The ancient Egyptians knew، قدماء المصريين عارفين. إن how to store space of feet، إزاي يخزنوا grains of feet، اللي هي يا جماعة طبعا حبات القمح. Space is the main language of China، يبقى ده الماندرين هو اللغة الرئيسية في الصين. Africa is one of the world، مع بعض يا جماعة كده. Africa، أفريقيا، بص الجملة بالراحة كده. هي is one of the world's seven space، أفريقيا واحدة من قارات العالم، يبقى continents قارات. this space was written by unknown poet، poet يعني شاعر، يبقى this poem هذه القصيدة. the earth is one of the space that goes round the sun، one of the planets، واحد من الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس. our teacher of English is the space of illusions، الراجل ده personification، هو التشخيص. personification يعني التشخيص، جاي من person، personify و personification تشخيص. my mother asked me، بتسألني. space I had found my lost mobile، يبقى سألتني وير، أين وجدت المحفظة. the main purpose، الغرض الرئيسي للصناعة، إن أنت space wheels، إن أنت create wheels. I am too space to come to the meeting، أنا مشغول جدا يا شباب، I am too busy الأولى. the play، المسرحية، is written، مكتوبة in free verse، النثر الحر ده. you should try to space the question before you answer، حاول تعمل بارافريز، يعيد صياغة، يعيد صياغة السؤال قبل الإجابة عليه. it's too space to go out in the boat، it's too windy، الجو عاصف جدا إن أنت تخرج في مركب. I don't enjoy reading a poem without a rhyme، يعني قصيدة، ما بستمتعش بقراءة أي قصيدة بدون قافية. the space floor is used for making bread، طبعا ال wheat floor دي القمح، بيستخدم في صناعة الخبز. we will all space at the news of this،
كلنا كنا شوكد يعني مصدومين. ندى often helps her mother to not the floor. ندى دايما بتساعد والدتها to sweep the floor تمسح الأرضية. IUS space provides cheap accommodation. هو ايه بتاع الشباب بيوفر إقامة رخيصة والوجبات للطلبة والعمال، يبقى هوستل يعني زي نزل بتاع الشباب. هبة showed me وريتني space to use the mobile، يبقى how to use the mobile. مستر امير از ماي سبيس ان ذا كومباني، هو البارتنر يعني شريكي في الشركه. جميل مع بعض يا شباب، نبص كده يا ابني على الجمل. يقول لك ناني اسكد مي، ناني سالتني، سالتني ناني سبيس اي هاد ذا بويم اور نوت، بتسالني هل انا معايا القصيده ولا لا. يبقى كلمه ويزر طبعا عشان هنا دي جمله فيها اور نوت. ذا هيت ان ذا ديزرت ووز سبيس اي ديدنت انجوي كامبينج زير، الحرارة في الصحراء كانت اكستريم يعني قاسية للغاية مش قادر استحملها. هي ميلد يعني معتدل، مودريت معتدل، ورم دافئ. I want to know، عايز اعرف، ما بتحولش الزمن عشان want. هو سبيس سولف ذا بروبلم، هو كان سبيس از ناتشر فيتشر، شكل ملامح كده طبيعية في سطح الارض، يبقى لاند فورم، التضاريس، التضاريس بتاعت الارض اسمها لاند فورم. I asked ماضي تحول الزمن whether he sent my telegram the week before or not، يبقى هو يا جماعة had received. The interviewer سنة تالتة wants to know، الطالب الشاطر يا ابني أول ما هيقرا الجملة هياخد باله من كلمة wants، لأن wants دي ما بتحولش الزمن، عايز يعرف what إيه؟ what، خلي بالك هنعمل مقص، لازم أبدأ يعني مثلا was my name دي غلط، is my name غلط، يبقى my name was و my name is، لا my name is. The pharmacist الصيدلي told me space to take the medicine، قال لي when to take the medicine. The space is a kind of sandstorm that causes a serious damage، نوع من الأعاصير الثلجية بتسبب دمار، يبقى blizzard يعني عاصفة ثلجية، لأن دي معناها وين الرياح، ساند ستورم عاصفه ترابيه، بريز يعني نسيم، يبقى بليسرد عاصفه ثلجيه. ثاوزندز اوف هكتارز، الاف الهكتارز ده مساحه عامل زي اكبر من الفدان شويه كده، هكتار بالعربي. اوف سبيس ار ديسترويد ايتش يير، طبعا مساحات ضخمه جدا من الفورست، الغابات بتدمر كل عام. فازر اسكس، بص حط خط تحت اسكس مش هتحول الزمن، هاو لونج فين المقص، يبقى ايه تيكس الثانيه. It gets dark، الدنيا ضلمت، after the sun، بعد the sun sets، غروب الشمس، sunrise، شروق الشمس. The teacher asked me how many pupils is based in the class، asked ماضي، ما ينفعش are في الأول ولا where، there are ولا there where عشان asked. You should close the windows when the wind، طبعا لازم تقفل الشبابيك لما الرياح طبعا close يعني تهب. طيب I wanted to know، عايز اعرف if هدير، لو هدير دي had left for Athens، طبعا الجمله متحوله، انا عايز اعرف لو اسينا او البنت سافرت the night before، الليله السابقه، اللي هي last night was the night before. Scientists are doing their best to prevent global warming، الاحتباس الحراري. Do you know if Chinese space easy to learn، هل انت تعرف هل الصينيه is، الجمله ما تحولش الزمن. It has become necessary to space electricity at home، ان احنا سيف نحافظ على الكهرباء في البيت. طيب بيقول هنا يا شباب I want to know what you need to space this unpleasant task، انا عايز اعرف انت محتاج ايه عشان دو تعمل لنا unpleasant task، هذه المهمه الغير سر. The doctor asked me what the child is based the night before، دكتور سألني عايز زمن متحول ماضي، دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، بس the night before يبقى had eaten أكلي. People in space speak Portugal، people in Portugal في البرتغال. The space me wither wither I have finished writing the خباك إن الزمن ما تحولش، I have، الضحك هنا في كله يقول لك ask، تقول له لا زي ask، بس لو كان ask كنا حولنا have خليناها had. The builders البنا، the builders space all day in the building site toiled يعني بيكافحوا يكادح. The policeman space us if، يبقى الراجل ده asked us if. Let's sweep the space of sand، يلا نلحق grains of sand، حبات الرمل. The receptionist دوت wanted to know how long space stay in the hotel،
فين المقص بتاعك؟ هاو لونج اي وود؟ عكست الجملة وغيرت الضمير والزمن. Most of the countries in this continent, في هذه القارة. Are big. Can you tell me where? كان دي ما بتحولش الزمن، يبقى where the bank is عكستها، يبقى عندي حاجة اسمها where the bank is. نكمل يلا يا شباب. The word be كلمة be ديت، يبقى عندي كلمة اسمها rhymes يعني قافية مع be. علي وندرد، علي بيتساءل what his brother is space at that moment. وندر دي عايز زمن متحول ماضي، يبقى عندي was وعندي مفيش غيرها. What was doing الوحيدة اللي متحولة ماضي was doing. عزة أسكس بتسأل، دي ما بتحولش الزمن. If I space the conference tomorrow يبقى will attend. ليه مستر will attend؟ عشان دي طبعا ما بتحولش الزمن. You can share this book with. I asked my mother a short time ago. أنا سألت والدتي a short time ago. خلي بالك ده ما يحولش الزمن، لا نحول الزمن. She space put my school back. يبقى يا جماعة has put. Has put، مش هغير الزمن هنا. We can't go out because the rain is boring down. ينهمر كده boring down. I knocked loudly. أنا قعدت أخبط كده in a بلا جدوى. In vain hoping that someone might answer. يبقى انا يا شباب عملت ده in vain بلا جدوى. نكمل مع بعض كده يا شباب، وصلنا لغاية الجملة. اخر حاجة وصلنا لها ان انا I loud in vain بلا جدوى. نكمل طيب كده. يقول لي the company director، يعني مستر the company director يعني يا بنتي مدير الشركة، الدايركتور بتاع الشركة. ماله مدير الشركة يا شباب؟ مدير الشركة asked not all the branches were ready for the event or not. هل كل الفروع جاهزة للحدث ده ولا لا؟ يبقى اسأل بكلمة وزر يعني لو. It's important to speak clearly and fluently، يعني من الأفضل ان انت تتكلم بوضوح كده وبطلاقة. سمير وانتس مش هيغير الزمن. To know how I space my mobile, how I have found مش متحول. Which activities are you interested in doing؟ لأن دو activities. I admire the space use of color. I admire the effective، فعال، الاستخدام الفعال. The traffic policeman asked if I space at full speed. الراجل بيسألني هل أنا was driving، كنت سايق بسرعة جامدة. Was driving. My brother graduated، أخويا متخرج. ناسي graduated دي جدع يا ابني، تاخد حرفين جر. لو جاب لي الجامعة يبقى from، طب جاب لي التخصص قانون يبقى in. علي asked me، علي سألني if I spaced the match at 8 o'clock the night before. هو بيسألني هل أنت كنت بتتفرج؟ يبقى had been watching. Had been watching يعني هل أنت كنت بتتفرج. She asked me is this I was well organized. بيسألني هل، يبقى عندي يا جماعة كلمة اسمها if. هل انت well organized؟ يبقى عندي كلمة اسمها if. طيب نكمل. Which important person were you friend with؟ صديق معايا. His best me هو سألني. ادام يا جماعة سألني يبقى اكيد طبعا asked me سألني. The customs officer موظف الجمارك asked me not I had come from، يبقى where I had come from. رضا is base if I had bought stone some milk. الراجل ده بيتساءل، وندرد بيتساءل if I، ان انا كنت جبت، يبقى وندرد يتساءل. يبقى عندي يا جماعة كلمة وندر يتساءل. How do people help to space landforms؟ ازاي الناس بتساعد في شيب تشكيل اللاندفورمز. When was this poem، امتى هذه القصيدة نشرت؟ يعني كلمة بقى شباب نشرت، يبقى عندي كلمة اسمها published يعني نشرت، مبني مجهول. طيب نشوف بعد كده سنة تالتة. بيقول لك she asked me، سألتني. asked هتحول الزمن. where I space at that moment، يبقى where I was living at that moment. she asked me، سألتني space I would study abroad، بتسألني هل، يبقى عندي حاجة اسمها if. She asked me if I space organized if I was،
لازم اعكس يا معلم الجمله if I was. You would be in downpour if the weather was very. هتبقى في downpour ده اللي هو انغمار المطر ده لما يكون الجو ايه؟ لما يكون الجو مليان ايه؟ ركز معايا في معنى الجمله. لما يكون عندك الجو ده مليان مطره يبقى كلمه اسمها rainy يعني ممطر. The old man slowly is pace up the hill to the market. الراجل ده شباب toiled up عمال يكادح بسرعه. The wind is space from the north today يبقى هي blowing يعني تهب. Who is the space that your brother was with this morning؟ مين هو الفيلو الرفيق ده اللي اخوك كان معاه النهارده الصبح؟ It is believed that once there was only one big continent called تدعى او تسمى. Called يعني تدعى او تسمى. He asked me which subjects I was studying. المواد اللي انا هدرسها I was studying. خلي بالك يا شباب ينفع مستقبل the following year. هدرس ايه السنة الجاية. Spring rise ده became the British ambassador السفير الانجليزي. Asia has 30% of the world land area and 70% of its population. عدد السكان بيعيش هناك. Many teenagers find it difficult to express. مراهقين بيجدوا صعوبة في التعبير عن مشاعرهم. I find the swimming is very good way to space to relax. The farmer works space in the field all day. Work طبعا يا شباب او the farmer workers عمال toiled بيكافحوا او بيكادحوا طول النهار. Applicants for the job should have a university degree. لازم يكون معاهم درجة علمية. يبقى لازم يا شباب يكون معاهم university degree. There are space of sand on the floor. Can you sweep it? ده في جرينز حبات من الرمل. The president of Egypt asked to have a meeting with the British ambassador السفير الانجليزي. احمد grandfather left him some money in his will. She spoke clearly and fluently. Space the job يبقى throughout. Space is one of the most spoken language يبقى الماندرين. Rehem wants to spend some time with her cousins in the summer. يبقى عايزة سبند تقضي وقت كده يا شباب ما تفقدهوش غير الزمن. وليد وعماد first became friends أصبحوا أصدقاء became friends. You need to be fluent to speak Arabic يبقى translate يترجم translate يعني يترجم. My cousin is staying in a hostel with his space travelers in London يبقى الفيلو الرفيق بتاعه. The farmer uses some of his space to make bread. Some of his mean يا شباب الفلاح هيستخدم ايه يا ابني عشان يعمل سرير يبقى some of the grains. In this country the rain not mostly near the coast يبقى كلمة اسمها ايه يا شباب خدناها في الكلمات عندنا دلوقتي في كلمة اسمها الأمطار falls يعني تسقط. Spring rise is based from Oxford. الراجل ده graduated اتخرج. It was dark when I woke up because the sun had gone. لسه جن ايه لسه جن risen لم تشرق لسه ما شرقتش. تحصل يا جماعة في اللي باقي. The sky starts to turn red just before the sun. قبل الشمس ايه يا شباب طبعا sets يعني تغرب. الشمس بدأت تغرب كده يا جماعة ستس يعني تغرب. There used to be lions space يبقى living. You would be in jail if the weather was very. هتبقى في عاصفة أو في إعصار لو الهواء طبعا ويندي يعني مليان رياح. يبقى ويندي يعني مليان رياح. He asked me سألني if I space that his sister had been ill. هو سألني لو أنا أعرف إن أخته كانت عيانة. انا عايز يا جماعه الزمن متحول ماضي ما عنديش غير نيو بس هي اللي متحوله ماضي. عند الشباب جمله بيقول شي اسكت مي سالتني هاو اولد وين هي وين تو كذا هاو اولد هعكسهم يبقى سبرينج ده ووز كان عنده قد ايه الثانيه دي كده يا شباب سبرينج. وانتد تو نو عايزين نعرف وات ذا سبيس اوف ذيس ايديا عايزين نعرف يا شباب وات ذي صوت بيعتقد ايه في هذه الفكره. راويه اسكت خلود وات شي سبيس ذا ايفنينج بيفور كانت بتعمل ايه الليله السابقه يبقى راويه اسكت بتغير الزمن وات شي سبيس ذا ايفنينج بيفور
كانت بتعمل ايه؟ what was she doing؟ ولا the night before عملت ايه؟ يبقى had done. يبقى عندي had done الاخير عشان احول الماضي البسيط ماضي تاني. هاني اسكت، هاني بيسأل يا شباب هل he could go to the museum؟ يبقى wither يعني هل. we would be blizzard if the weather there was very، هيبقى في عاصفة ثلجية لو هو snowy and windy. five of the seven of the ten continents قارات around 20,300 طبعا space are spoken in Asia، يبقى في أكتر من 2300 لغة بيتحدث في آسيا. ليلى space if she should go to the park، ليلى بتتساءل يبقى wonder عشان ما فيش حد بيتكلمه. The teacher inquired، المدرس بيتساءل not we had found the homework easy or difficult، يبقى وزر طبعا اما او. around 70% of the world fresh water is based in، يبقى is frozen مجمد في القطب الشمالي. طيب many 90% of the world diamonds and half of the world gold is based in Africa، يبقى عندي كلمة شباب اسمها come from يعني جاي من. spring rice is based 2 years in Egypt، راجل ده spend قضى. Sir Cecil spring rice is best friends with the Trudeau referral، ده اسم شخص اللي هو هيبقى بعد كده رئيس امريكا، يبقى الراجل ده عمل صداقة، يبقى في حاجة اسمها يا جماعة، يبقى ميد بنتكلم ان هو عمل صداقة يبقى became friends اصبح صديق. عماد wanted to know، عماد عايز يعرف is this هشام would go to university، عايز يعرف امتى، يبقى when. spring rice diet يبقى age، وقلنا كلمة دي ننفع نحلها بكلمة اسمها add the age of، نشيل نحط مكانها كلمة اسمها age. طيب نشوف التست كده مع بعض يا جماعة. because of the wind طبعا the balloons space away يبقى rose away ارتفع، هو غلطان هو جاب بلو برضه يعني يهب او يطير يعني. spring rise is based from Oxford، الراجل ده graduated اتخرج. Fiscal street is always is based with kind of vehicles، دايما بيبقى full of، ولا هنا في كلمة ايه؟ with. هنا يا شباب في عندي كلمة with يبقى busy with، كويس ان خدنا بالنا من حرف الجر، لو كان في of كنا قلنا full of. Planting trees helps prevent space warming global warming. أحمد asked me where not the day before where I had gun. Where I had gun كنت فين the day before. Where I had gun. Moscow has a space climate not summers أو hot summers and cold in winter. طبعا يعني عندها مناس قاري continental كده قاري. Taha's mother asked him where is space. لازم اعمل مقص يبقى where he had been كان فين، يبقى where he had been. a storm blew up in the night يبقى في كلمة blew يعني تهب. several trees blew down in the gale، gale يعني اعصار، gale يعني اعصار. نكمل كده الشباب مع بعض. سمير asked not ندى has passed the exam، بيسأل لو ندى يبقى if. Jupiter, Venus and the Earth are all planets كواكب. They wanted to know when he is based back، when he طبعا would come back هيرجع امتى، when he would come back. Can you tell me where، ممكن تقول لي اين ايه. يبقى هنا يا جماعة لازم اعمل مقص، بس خباك الزمن مش بتحول، يبقى the toilets are. Do you know why space early، عارف ليه هم غادروا بدري. Do you know طبعا هعمل سؤال، هل انت عارف مثلا did او do you know why left they left early او she left early، على اساس الوحيده دي مش معموله صيغه استفهام. poems are more space at expressing feeling or ideas، طبعا هي more effective اكثر فاعليه. Father wanted to know is this I found the mobile or not، بيسأل هل وجدت الموبايل ولا لا، يبقى كلمة weather يعني هل. The teacher asked me، مدرس بيسألني is this Mazin was، يقول لي Mazin فين، يبقى where Mazin was. The cat liked to sun، تشمس نفسها،
Can you know a breakfast is included in the price? Can you tell us if? Can you tell us if? ممكن تقول لي can you tell us if? Who threw this knot of rice on the ground? يبقى grains حبة. يبقى عندي كلمة grains يعني حبة. I found the number of people applying for the job. شايف ان الرقم ده surprising يعني مدهش مفاجئ. طيب مين asked me when I had left the office the day before اليوم السابق. طيب the word I wonder whose house that is. عايز اعرف ده بيت مين يبقى that is. She asked me if I was fasting. If I was fasting بتسألني لو انا بقى ايه I was fasting امتى. زن اللي كان اصلها ناو. شادي asked his parents بيسألهم why دي غلط ودي غلط يبقى why they were angry يبقى طبعا why they were angry. طيب بيقول لك دلوقتي who can space this difficult task مين يقدر يعمل هذه المهمة الصعبة do. عندي بعد كده يا شباب I would be useful to know at least two languages يبقى هكون انا يعني speak بتكلم لغتين او اكتر. Children should speak their mother language clearly and fluently بطلاقة. He asked me how old I was. He asked me how old I was. طيب she wanted to know how they perform new what يبقى اختار new اللي هي الماضي. يبقى ريت يا جماعة تكونوا استفدتم من الفيديو ده شيروا النبي لكل زمايلك عشان كله استفاد. انتظروا فيديوهات جديدة على جروب الواتس بتاعنا بتاع الانجليزية للثانوية العامة. والسلام عليكم ورحمة